اذا الشورت سيركت تيست، هلا الشورت سيركت تيست رح نعمل العكس، شو رح نعمل؟ رح نسكر هذا الخط نعمله شورت سيركت. طبعا انا بدي اقول حذر جدا لما اسكر خط شو عمالي بعمل؟ انه بدي احسب الاي ار ترجع للار سي. لا بس دقيقه عم بسال، لما بعمل انا شورت سيركت شو بدي اكون حذر؟ لو انت اجيت عملت شورت سيركت هون شو رح يصير؟ رح يكون كارنت هائل جدا. اذا بدنا نكون حذرين جدا، اول شيء بنزل في بي لزيرو، بنزل البرايمري فولتج لزيرو، نعمل شورت سيركت. هلا بعمل شورت سيركت وهذا زيرو ما راح يمر كرنت، ايش ببدا بعمل شوي شوي؟ بحط هلا اذا هون راح احط اميتر هون وراح ابدا في بي ازيده شوي شوي لحد ما الكرنت في السكندري ايش يوصل؟ الريتد تبعه. يعني اذا هذا الترانسفورم معمول بحيث انه السكندري مثلا ياخذ 5 امبير بضل ازيد الفولتج من هون لحد ما السكندري يسحب 5 امبير، بس راح الاقي الفولتج قديش راح يكون؟ راح يوصل الريتد فولتج تبعه؟ ما راح ارفعه، راح ارفعه شيء بسيط جدا. لانه هون عندي شورت سيركت. لما بتحط انت شورت سيركت في الشيلود، اقل فولتج هون ايش راح يعمل؟ راح يمرر كرنت كبير من هون، فممكن هذا الفولتج يوصل مثلا 1% او 2% او 3% من الريتنج تبعته، يعني اذا كان هذا مثلا 240 فولت يمكن ارفع ل 10 فولت يكون كفايه انه يمرر الكرنت المطلوب في السكند. كيف بنحسب الدكتور؟ نعم. كيف بعرف الريتنج؟ من الريتنج تبعت المحول، يعني تروح جبت محول مثلا والمحول هذا البرايمري تبعه فرضا 400 فولت والسكندري خلينا نقول مثلا كمثال 40 فولت. البرايمري كرنت مثلا خلينا اقول 1 امبير والسكندري 10 امبير. هذا هيك مصمم المحرك، المحول قديش ايه هون؟ واحد 10 لانه البرايمري نزل للسكندري فستيب داون ايش هي؟ طيب شو بتلاحظوا صار بالكرنت؟ الكرنت زاد. هل هذا صحيح؟ بس هيك باور ما اخذ عمليا رفعت الكرنت حسب نزلنا الفولتج وارتفع الكرنت سيف باور تقريبا الباور بتضلها نفسها فصارت عندي ايه هون 10 مضبوط؟ هذا صار الريتد كرنت هيو يعني هذا الترانسفورم شو بقول لو انت شغلته بالطريقه الطبيعيه مش عامل شورت سيركت ولا شيء وكنت حاطط 400 فولت على البرايمري السكندري راح يطلع تقريبا 40 فولت عليه وبامكانك تضلك تزيد اللود على السكندري لحد ما يسحب قديش؟ 10 امبير اذا هذا هو الريتد كرنت لكن احنا لما نعمل شورت سيركت هلا هون يمكن يكفيني احط 20 فولت هون حتى يمر في السكندري 10 امبير ليش؟ ما عندي لاني عامل شورت سيركت فانت بدك تكون حذر جدا، ما بصير تحط 400 فولت هون وتعمل شورت سيركت على السكندري. رح يمر كرنت هائل جدا لان هذا شورت سيركت هون. اذا الخطوات في الشورت سيركت تيست، رح نعمل شورت سيركتنج على السكندري، رح ننزل الفولتج لزيرو البرايمري، رح اضل ازيد البرايمري فولتج لزيرو لحد ما ايش يصير عندي؟ هون الريتد كرنت، رح يمر الريتد كرنت، لما يمر الريتد كرنت شو بقيس الان على البرايمري؟ شو بتعتقدوا بدي اقيس على البرايمري؟ الفولت وايش كمان؟ الكرنت والباور نفس الشيء زي ما عملنا في الاوبن سيركت تيست راح اقيس الكرنت والفولتج والباور اذا الخطوات تبعت شو هدفي من الاوبن بالشورت سيركت تيست شو اللي بدي اطلعه؟ هلا هون صار العكس عندي هاد دول الاثنين ان بارلل هذا الجزء وهذا الجزء ان بارلل مين اقل فيهم؟ مين اصغر بكثير فيهم؟ هذا مش هيك؟ اذا بهم الان هذا صار ان بارلل شو ضلت عندي الدائره فيها؟ ار بي واكس بي وار اس واكس اس فهدفي من هذول اني اطلعهم هذول قيمتهم قليله ولذلك راح الاقي مقاومتهم منخفضه اذا عندي هذا هون الشورت سيركت تيست خطوات الشورت سيركت تيست خطوات الشورت سيركت تيست الهدف منها تو فايند ار بي زائد a سكوير ار اس و اكس بي زائد a سكوير اكس اس لاحظوا اني ما بقدر اطلع واحد والثاني مش هذول ان سيريز راح يطلع معي كل ار بي زائد a سكوير ار اس راح يطلع معي كل اكس بي زائد a سكوير اكس اس راح يطلع معك قيمه واحده اذا ايش اول خطوه بنعملها؟ شورت سيركت سكند يعني طبعا في بي بده يكون في اللحظه هذه زيرو الخطوه الثانيه ببدا ازيد في بي انكريس في بي سلولي انتل اي اس بيساوي
ريتد فاليو. شو بعمل عند هذيك النقطة هلا؟ بقيس بقيس في بي، بدي احط الان فولت ميتر هون في بي، بدي اقيس اي بي، بدي اقيس الباور اللي بسحبها السيستم. اذا هون ميجر في بي اي بي اند بي. كيف هلا ممكن اكمل؟ أربعة بهمل ار سي واكسر. تمام، ايش حكيت؟ بهمل ار سي واكسر. تمام، اهملت هلا اجنور، هاي خلينا نحطها اجنور ار سي واكس ام. شو صارت عندي هلا الدائرة؟ في عندي فيها ريزيستر واندكتر، مش هيك؟ قديش الفولتج هون؟ هذا الريزيستر شو بيساوي؟ ايش بقابله هنا؟ ار بي زائد. تمام، اذا هذا بقابله ار بي زائد اي سكوير ار اس، والاكس هاي شو بقابلها هنا؟ نفس الشيء جي في اكس بي زائد اي سكوير اكس اس، مضبوط؟ صح بقابلها. كيف بدي اطلع هلا دول قيمهم؟ هل عندي معلومات كافيه اطلع القيم هاي؟ بالكبير في بي في بي واي بي وبي بتطلع هون. شو ممكن اعمل؟ يعني هلا ممكن شوف شو اعمل. اجي اقول انه زد شورت سيركت بتساوي في بي على اي بي، مضبوط؟ كماجنتيود، هاي كماجنتيود بتساوي في بي اي بي. وعندي الزاويه كوساين ثيتا شو بتساوي؟ بتساوي بي شورت سيركت اللي غزتها على في بي اي بي اوبن سيركت، مضبوط؟ هلا كيف بدي اطلع قيم؟ هلا شو العلاقه بين زد؟ زد شورت سيركت بتساوي ار بي زائد اي سكوير ار اس زائد جي اكس بي زائد اي سكوير اكس اس. ار بي زائد اي سكوير ار اس بتساوي هاي زد اس سي عندي اياها مش هيك؟ مش طلعتها من هون؟ اللي هي في بي على اي بي، ليش بدي اضربها؟ كوساين ثيتا زائد جي، او احنا سميناها كوساين فاي هون زائد جي، هاي كلها مضروبة في بي، زائد جي ساين ساين فاي. تذكروا هذه الدائرة، هذا الشكل اللي هون هاي ثيتا، هذا شو بيساوي هون؟ مش هاي ممكن تكون عبارة عن زد وهذه ار وهاي اكس، مضبوط؟ مضبوط؟ زد شو بتساوي؟ اكس تربيع زائد ار تربيع تحت الجذر مش هيك؟ او زد شو بتساوي؟ ار بلس جي اكس، مضبوط؟ هذا الضلع على هذا الضلع شو بيساوي بالنسبه للثيتا؟ هذا على هذا؟ كوساين. لا هذا على هذا؟ كوساين. كوساين وهذا على هذا شو بيساوي؟ ساين. اذا انا بامكاني الان انا طلعت طول الزد، هي طول زد هو في بي على اي بي، مضبوط؟ كيف بدي اوزعه على ار واكس؟ اضرب في كوساين ثيتا شو بعطيني؟ اعطيني هذا الطول. اذا ضربت بساين ثيتا شو بعطيني؟ هذا الطول. اذا صار عندي ار بي زائد اي سكوير، هذه هون بتصير هاي بتساوي كوساين، وبعدين عندي اكس بي زائد اي سكوير اكس اس شو بتساوي؟ في بي على اي بي، باي ايش مضروب الان؟ في ساين فاي. بطلع معي هلا ما بقدر افصلهم اكس بي واكس اس، ما بقدر افصلهم. خلص بتضل هالقيمة هاي هي الـ x equivalent والـ r equivalent.